ليك الحقيقة قلت كلمة كانت غريبة شوية، انه انت قعدت 7 شهور مجرد متفرج بتتابع، وقلت ان التحكيم كان سلطة، قلت الكلمة دي بالتحديد، التحكيم كان سلطة في مصر. هل 7 شهور شايف ان هم يعني مش وقت طويل جدا انك تتعرف على الحكام؟ وهل كلمة سلطة كنت بتقصد بيها المستويات، الجانب الفني، ولا نظام البطولة، ولا ايه بالتحديد؟ First it was not في البداية ربما لم يكن المدة 7 أشهر، okay, fine. دعني أقول 15 and I never used the word, ولكن the word لم أستخدم chaos. الكلمة التي أشرت إليها بأنه كانت حالة من ربما سلطة، ولكن ولكن كان حالة من الارتباك الكبير في عملية التنظيم. كمثال، عندما وصلت وبدأت في مهمتي وفهم عملية العمل والمنظومة، وجدت أننا في ذلك الوقت كان هناك درجة أولى ما يطلق عليه وتتشكل من 365 حكم. من يستطيع العمل ب 365 حكم؟ مستحيل العمل على هذا العدد. لذلك قمت كما المدربين الدوليين دائما يفعلون، من 500 لاعب في ربما في الدوري، او نختار دائما افضل 30. مش طبيعه المقاطعه، لكنه حضرتك كنت رئيس لجنه الحكام في روسيا، ورئيس لجنه الحكام في اليونان، وعندك خبرات كثيره جدا في البرتغال، حكمت كاس عالم 98، وحكمت كاس عالم 2000، وحكمت بطوله الامم الاوروبيه، وحكمت كاس الخليج. هل هذا النظام، نظام التصنيف، وهو اللي عامل ضجه ودوش؟ على فكره انا مقتنع بنظام التصنيف، بس يمكن قناعاتي غير قناعات حضرتك شويه بالنسبه للعدد، بالنسبه للطريقه، لكن مقتنع بالتصنيف. لكن هل هذا النظام معمول به في معظم دول العالم، ولا هي تجربه جديده انت بتطبقها في مصر؟ على الإطلاق الغالبية من الدول والدوريات لديها عملية التنظيم هذه من خلال التصنيفات، ونفس عملية الترقيم أو الترتيب وعملية أيضا الترقية، وهذه ليست تجربة جديدة هنا. أسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، قمة الدوري الإنجليزي في إنجلترا لديهم 22 حكما للدوري الإنجليزي، في أسبانيا لديهم 24 حكم لـ20 نادي، في البرتغال لدينا 22، إيطاليا 20 فقط، في هولندا 19 حكما للدوري. وبالتالي العدد القليل من الحكام المتميزين والمحترفين، the referees are like the players. الحكم مثل اللاعب. أنت كنت لاعب على القمة، هل يمكن أن تلعب مباراة نفس المباراتين ربما في موسم واحد؟ مستحيل. كما قلت، من 365 حكم غالبيتهم كان يؤدون مباراتين أو 3 مباريات أو في الدوري من قبل فقط. هل الحكم يمكن أن يكون لدي الكفاءة بس أن يلعب مباراتين؟ عندنا الحكام الدوليين وعندنا العدد. أنا تاني بقول لك أنا مقتنع بالتصنيف، بس الطريقة نفسها بس اللي أنا مختلف مع حضرتك فيها. لكن طول عمرنا عندنا العدد الكبير، طول عمرنا عندنا حكام بيحكموا 11 و12 و13 و14 مباراة في وجود أعداد كبيرة من الحكام، اللي أنا معترض أن بالرقم الكبير اللي حضرتك ضربت بيه المثل. What we did is ما فعلناه هو خلق قاعدة تركيب جديد من الحكام بناء على المباريات في كل الأقسام وكل التصنيفات، حوالي 10 إلى 12. هذا المتوسط هو ما يعني بأنه سيكون هناك بعض الحكام يؤدون 15 أو 17 مباراة بإضافة إلى المباريات الدولية، الآخرين 7 أو 8 مباريات. هذا يؤدي إلى خلق إيقاع واستعداد جيد لأداء متميز على أرض الملعب. مباراة أو مباراتين مستحيل أن يكونوا على قدر من الكفاءة وأن تكون لديهم الحماسة والثقة في النفس. هذا هو الطريق، هذه الطريقة التي كما قلت تطبق حول العالم في العديد من الدول.